طلاب الصف الثالث الابتدائي منهج كونكت 2، مرحبا بكم معايا في ليسون 4 من يونت 1 I feel happy. هنستكمل مع بعض يا اولاد النهارده ليسون 4. نبتدي بالكلمات. بيقول لي هنا في كلمات بتبتدي بليتر E plus E. كلمات هنشوفها دلوقتي مع بعض زي ايه. بيقول لي feel. feel يعني يشعر يا اولاد، يعني يشعر بالسعادة. feel happy. feel happy. feel happy. نحلة be. 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 ينام sleep. 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 بمدها حاجة بسيطة لأن E plus E جت جم ورا بعض يقابل meet، يعني ما قلتش met no. meet. 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 اللون الأخضر green. 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 ننتقل بعد كده للكلمات اللي فيها E plus A. E بعدها A برضو بنمدها شوية زي إيه؟ ورقة شجر leaf. 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 ينظف clean. 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 لحم meat. 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 بعد كده يأكل eat. 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 فريق team. 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 طبعا لابد من حفظ الكلمات دي كويس جدا. هنا بيقول لي activity on phonics، بيختبرني في الكلمات بعد حفظها. بيقول لي listen, circle and write. number one بيقول لي ها what is in the picture. yes team. team. e e or a a. excellent. e a. team. e a اللي هي فريق. number two leaf. ها e a. bravo. e a. leaf. e a. number three feel happy. feel. e e or a a. yes e e. feel happy يعني يشعر بإيه؟ بالسعادة. number two بيقول لي look read and complete with e a or e e. number one I feel يبقى e e bravo. number two I play with my team. yes team. e a. excellent. EA. نيجي للكويشن اللي بعد كده بيقول لي read and match. number one it's healthy to sleep for 8 hours. من الصحي ان احنا ننام قد ايه؟ 8 ساعات. yes letter C. number two بيقول لي eat good food. كل طعام جيد to help your body لكي تساعد جسمك. yes البنت بتاكل هنا فواكه. number three بيقول لي أبي النحلة sits on a green leaf. بتقعد على ايه؟ على ورقة شجر خضراء. يبقى letter B. نيجي للي بعد كده يا ولاد، درس punctuation. طبعا punctuation ده اللي هو علامات الترقيم، بيعلمني ان انا ازاي اكتب في اللغة الانجليزية بعلامات الترقيم. number one بيقول لي ايه يا ولاد؟ اننا بنخلي الحرف الاول capital في أول أي جملة إنجليش يا ولاد. أي كلمة إنجليزية، أي جملة إنجليزية أول كلمة فيها بكتب أول letter إيه؟ لازم يكون capital. يعني she feels tired، الإس بتاعت she لازم تكون capital. I am happy، الآي أول حرف في الجملة لازم يكون إيه؟ capital. يبقى اتفقنا number one في البنكتويشن أول letter في الجملة لازم يكون capital. number two إن اسم أي شخص لازم يبتدي بكابيتال ليتر، يعني بالحرف الكبير، حتى لو كان الاسم جاي في نص الجملة أو في آخرها. يبقى نمبر 1 إن أول الجملة أول حرف في الجملة بيكون كابيتال. طيب نمبر 2 إن اسم الأشخاص لازم يكون أول ليتر فيه كابيتال. نمبر 3 إن إحنا لما بنكتب جملة عادية بنحط في آخرها فول ستوب اللي هي النقطة. طيب لو هو كويستشن طبعا بنحط question mark اللي هي علامة الاستفهام بتاعت السؤال. for example number one بيقول لي هنا ايه؟ أميرة meets شيرين. طبعا أميرة ده اسم شخص، اسم بنت، يبقى هكتب الليتر A بتاعها أول ليتر فيها بيكون capital. meets عادي، شيرين برضو اسم شخص يبقى هكتب الاس A capital. طبعا دوت مش سؤال، هحط full stop. طيب number two بيقول لي حسن and مونا clean the playground. حسن ومونا بينظفوا ايه؟ الملعب.
حسن ده مش اسم شخص، يبقى هكتب ال H capital and Mona وال M capital لان برضو اسم شخص. clean the playground، خلصنا ال sentence لازم نحط full stop. okay after that بيقول لي هنا ايه يا اولاد؟ activity number one بيقول لي write the capital letters، اكتب للحروف دي الكابيتال بتاعها، يعني letter A. yes واحنا طبعا شطار وعارفين ازاي بنكتب حروف الكابيتال. R yes G ها T I. طبعا هو طالب مني اكتب حروف الايه الكابيتال E وبعدين Q. activity number 2 بيقول لي circle the capital letters and full stops، يعني ضع دائرة حول الحروف اللي هي الكابيتال اللي جاية في الجملة والفول ستوبس. طبعا الكابيتال هو ايه؟ they، او طبعا اول حرف في الجملة، ما فيش هنا اسماء اشخاص. they clean the playground، فين الفول ستوب؟ yes هي كمان اضع عليها دايرة. after that I yes، وايه كمان؟ اقرأ الاول الجملة I meet my friend شيرين. طبعا اول الجملة خلاص عملته، في هنا اسم شخص، ايوه شيرين، يبقى هي سيركل على اول حرف او اول لتر في الاسم. فين الفول ستوب؟ يس اللي هي النقطه اللي في اخر الجمله. اكتيفيتي 3 بيقول لي رايت ذا كوريكت بانكتويشن، جايب لي جمله عاوزني اضع عليها علامات الترقيم، هو مش عامل. نمبر 1 بيقول لي هاني اند هانا ار ات هوم، طبعا انا عندي اسم شخص هاني، يبقى اول حاجه هكتب الليتر بتاعه هاني، الليتر لازم يكون ايه؟ كابيتال. اند اكتبها عادي هانا، يبقى هانا برضو هكتبها ايه؟ اول ليتر بيبقى ايه؟ كابيتال. هاني اند هانا ار ات هوم، وفي الاخر بخلص بحط ايه؟ فول ستوب. اوكي نمبر 2 بيقول لي اي بلاي ويز شريف، اي طبعا اول ليتر هيكون ايه؟ كابيتال. في هنا اسماء اشخاص، ايوه شريف، يبقى الاس هتكون كابيتال، وفي الاخر برضو بضع فول ستوب. نمبر 3 يا اولاد بيقول لي this is my hand، هذه يدي، طبعا زي ما اتفقنا اول لتر بيبقى كابيتال، وما فيش هنا اسماء اشخاص، يبقى عادي هكتب الحروف كلها عادي، وفي الاخر الفول ستوب. اوكي نيجي للي بعد كده، writing corner بيقول لي listen trace and write، طبعا استمع وايه تتبع النقط وبعدين اكتب. feel be sleep leave clean meet. okay after that activities on lesson 4. number 1 بيقول لي listen and write the missing sound، هو حذف الحروف وطالب مني اكتبها انا. number 1 طبعا شايفين في الصورة b، يبقى b e e، هو بيختبرنا في الاي اي والاي اي. نمبر 2 ها كلين يس بينظف، يبقى اي اي. نمبر 3 سليب ينام، يبقى اي اي. نمبر 4 اللحم يعني ايه؟ ميت يس ام اي اي. ننتقل لكويشن نمبر 2 بيقول لي ريد ان ماتش اي وذ بي، اقرا وبعدين وصل اي ببي، عمود اي مع عمود بي. نمبر 1 بيقول لي the bee النحلة، أنا مش هحل على طول غير لما أقرأ المعاني. الجمل التانية the bee with my team مع فريقي، clean the playground بتنظف الملعب، طبعا كل ده مش نافع. happy no is on the leaf على الشجرة، على ورقة الشجرة، يبقى yes is on the leaf، يبقى النحلة على ورقة الشجرة. number 2 I feel، I feel ايه؟ yes I feel happy، أنا أشعر بإيه؟ بالسعادة، يبقى number 2. number 3 بيقول I play، I play إيه؟ with my team، yes أنا بلعب مع إيه؟ مع فريقي، يبقى ده number 3. number 4 بيقول لي they يعني هم إيه؟ they clean yes the playground، they clean the playground، هم بينظفوا الإيه؟ الملعب. نيجي لquestion number 3 بيقول لي read and choose the correct words between brackets، يعني اقرأ واختار الكلمة الصحيحة من بين الأقواس. number 1 I، طبعا أنا مش هختار غير لما أكمل قراءة الجملة علشان أفهم. I make or eat or play
in the playground في الملعب أنا بعمل إيه؟ طبعاً بلعب. Yes, I play. يبقى I play يبقى play. Number two, Amira meets, reads, plays, her friends. ها أصدقائها يبقى بتعمل إيه؟ بتقرأ ولا بتلعب أصدقائها ولا Yes يبقى meet. يبقى دي الكلمة اللي ليها معنى. Amira meets her friends. Number three, Abby sits on a النحلة بتجلس على إيه؟ Water, night. يبقى إيه؟ leaf. Yes النحلة بتجلس على ورقة الإيه؟ ورقة الشجر. نيجي لquestion number four. بيقول لي هنا read and match. leaf. Where is the leaf? Yes. Number two, yellow. yellow. اللون الإيه يا أولاد؟ الأصفر. Number three, sleep. sleep. خلاص طبعا إيه؟ حفظنا الكلمات وعرفناها. نيجي لquestion number five. look any circle. Number one, feel happy? No. وجهه بيقول إن هو حزين يبقى feel إيه؟ unhappy. يشعر بالإيه؟ بالحزن. Number two, ها eat or clean. الولد بيعمل إيه في البيكتشر؟ Yes, clean. ننتقل لquestion number three. be or book؟ طبعا be. Number four, meet or meet. شوف مستر بيختبرك. meet EA or EE؟ لأن الاتنين نطق واحد. لحم يعني إيه؟ meet M-E-A. yes. لأن M-E-E T هي دي إيه؟ يقابل. after that question number six, punctuate the following sentences. طبعا احنا خلاص عرفنا طبعا اسم الاشخاص بيبتدي بليتر بكابيتال ليتر. اول الجمله بيبتدي بكابيتال ليتر، في اخر الجمله في نهايتها بحط فول ستوب. يبقى هنا بيقول لي عادل meets his friend سمير. عادل طبعا اسم شخص وكمان جاي في اول الجمله، يعني كده كده هكتب الايه الليتر كابيتال. عادل اوكي meets عادي هكتبها عادي جدا زي ما هي اوكي لانها مش اسماء اشخاص ولا جايه في اول الجمله. هيز عادي جدا برضو. فريند صديقه. هيز فريند. هيز دي يا اولاد حاجه ملكه، يبقى هيز فريند يعني صديقه. هيز فريند مين؟ سمير. يبقى برضو الاس كابيتال اوكي. هيز فريند سمير. انا كده خلصت؟ نو no. لازم في نهاية الجملة بحط فول ستوب اوكي. نيجي لآخر question معانا، بيقول لي copy the following sentence. طبعا ان انا مطلوب مني اكتب الجملة دي بخط جميل. I play with my team. بلعب مع فريقي. واشوفكم ان شاء الله في lesson 5.